رشيد زهيد منظم تظاهرات. فبمناسبة عيد العرش المجيد فكنغتنموا الفرصة أننا ننظموا هذه التظاهرة هذه، وهي تظاهرة كبيرة بالنسبة للدار البيضاء. والحمد لله هذه التظاهرة هذه ناجحة بجميع المعايير ديالها. كاينين ناس ديال التحكيم، لناس ذو جودة عالية، ناس دوليين اللي إن شاء الله غادي ينجحوا التظاهرة هذه. وكنشكروا جميع اللي ساهم سواء من قريب سواء من بعيد في هذه التظاهره، وكنشكروا الناس الصحافه بالدرجه الاولى والناس اللي شاركت معنا وتاقت في التظاهره، والابطال الحمد لله اللي جاوا وساهموا وشاركوا في التظاهره، وجميع الناس المستشهدين والجمهور اللي حاضر معنا. فالحمد لله الدعم اللي خدات التظاهره هو دعم ديال رجال الاعمال، دعم ديال الشركات، دعم ديال الابطال بواحد الصفه خاصه. والحمد لله حنا كرجال الاعمال كندعموا هذه البطوله هذه، وحنا كنوقفوا وراء الابطال. هذا هو الدور ديالنا، وهذا علاش حنا رجال الاعمال. وحيد النيش من اللجنه المنظمه لهذه التظاهرات دوبل في ام او اللي كتعرف النسخه ديالها الاولى بمدينه الدار البيضاء. حنا الحمد لله هذه التظاهره اللي كننظموا من اجل باش نخلقوا واحد البيبينيير من اجل الابطال. كما كتعرفوا هذه الرياضه في المغرب خصها ماديا الابطال يتصرفوا عليها بزاف، دونك حنا درنا واحد المبلغ مالي اللي هو 180 الف درهم من اجل تكوين ابطال اللي يقدروا يشاركوا في بطوله عالميه مع المنتخب المغربي. بالنسبه لهذه النسخه الاولى كما كتشوفوا حنا ثلاثه الاشخاص منظمين مع مستشهرين قمنا الحمد لله بتنظيم ناجح. كما كتعرفوا المشاركه تقريبا 123 بطل اللي غيلعبوا في ثلاثه ديال النسخ، هما مان فيزيك، كلاسيك فيزيك، وبودي بولدين. الاهم في هذا الشيء كامل هو ان شاء الله النجاح، هو نكونوا ابطال من اجل المشاركه في بطوله عالميه. السلام عليكم، معكم بطل حرشي سهيل، بطل المغرب فئه المنس فيزيك، والحاصل اليوم على جائزه الدار البيضاء الكبرى. كنبغي نشكر جميع المنظمين اللي عطاونا هذه الفرصه هذه اننا نشاركوا في هذه البطوله بمعايير دوليه، معايير مختلفه جدا، وخلاتنا عطاتنا فرصه اننا نكتشفوا كيفاش كدوز اجواء البطولات المحترفه، فهمتيني؟ صافي الشريك. بالنسبه للتنظيم كان تنظيم في المستوى، ما كان لا تعب لا والو لا ارهاق، كانوا قالوا لنا الوقت طلعنا في الوقت، طلعنا لعبنا هبطنا، اللي ربح ربح السهل شي حاجه داها، الحمد لله كنبقى خوت مع الابطال. وكان كيف كنقول لك التنظيم كان في مستوى احترافي. بالنسبه لهذه الرياضه كيف ما قلتي رياضه مكلفه جدا، ورياضه الاغنياء واحبها الفقراء. وكيف هذه الجائزه؟ هذه الجائزه هي جائزه رمزيه وفي المستوى. بالنسبه للو بخي ديال 10000 درهم راه في المستوى، انا تقريبا خاسر 30000 درهم، المهم راه رجع ريكوبيريت واحد 30% كوميم، ماشي بحال 2000 درهم ولا 1000 درهم. ابار سا كيف قلت لك كيعطيونا اننا فرص، كتاخذ فرصه كدي تجربه اغلى من اي حاجه، التجربه اللي كتطلع في هذا البوديوم بالمستوى الاحترافي اغلى من اي حاجه، وتعطاتنا فرصه سبونسور انفيتاسيون جائزة العالم بطولة العالم في انجلترا ان شاء الله لاول مرة غتكون في المغرب. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد،
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.